مشاهدي اوريزون تي في، مرحبا بكم معنا في هذه الحصه الجديده والاستثنائيه من برنامجكم تكتيك مونديال. قبل المونديال كما وعدناكم وغتعاودوا علينا مع المنتخب الوطني المغربي في اي ماتش قبل المونديال، تلاقاو نهضروا معكم، تناقشوا معكم 30 دقيقه 40 دقيقه على حسب كيفاش غيكون، ثم نخليكم تفرجوا في الماتش ونتلاقاو معكم بعد الماتش. سعداء نتلاقاو معكم اليوم، عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا بالصحه والسلامه والرزق والتوفيق للمنتخب الوطني المغربي وعليكم كاملين المغاربه ديالنا خارج وداخل ارض الوطن، وحتى العرب اللي كيتابعونا، خوتنا في مكانو اللي كيتابعونا عبر اوريزون تي في، برنامجكم تكتيك مونديال. وتتشرفني وكنشكر كثير سي امين المرحوبي، اللاعب الدولي السابق ولاعب سابق اللي جا عطانا وقته في هذا عيد الفطر. شكرا بزاف سي امين على الحضور وقبول الدعوه ديالنا. مرحبا سي امين وشكرا لك الاستضافه، وعيد مبارك سعيد على جميع الامه الاسلاميه وعلى الشعب المغربي، وكنتمنى ان شاء الله اليوم تكمل الفرحه بالفوز ديال المنتخب ان شاء الله. للاسف قبل قليل كانت خساره للفراعنه امام المنتخب الاوروغواياني، واش يستحق المنتخب المصري خساره؟ ويمكن واش المنتخب الاوروغواياني ما تيربحش بنفس الطريقه بانه تقدر في اي لحظه يماركي عليك؟ هنا فين كيبقى عامل ديال التجربه، لان 1-0 نذكر النتيجه، هدف ديال خيمينيز للديفونسور. تفضل. لا باش تعرف اصلا الدقائق فاش تسجلت الاصابه 89 دقيقه 89، هذا كيبين لك بان عنصر الخبره لعب الدور ديالو والتجربه والحضور. رغم ان المنتخب المصري كان ند ند المنتخب ديال الاوروغواي. وما هذه ولكن كتبقى كعرف يعني بعد غيبه طويله ديال المنتخب المصري على هذه المناسبه. لذلك فكنظن بان المباراه الاولى يلاه غادي يبداو يلقاو لي روبير ديالهم، يلاه غادي يبداو يحاولوا يفرضوا نفسهم في المباريات الجايه. مي على حسب المردوديه ديال المنتخب المصري فانا كنظن على انه غادي يتاهل الدور الثاني. المنتخب المصري كاحصائيات اليوم فارقام متشابهه، يعني المنتخب المصري تيرا 8 مرات البوطو، المنتخب الاورغواني 13، ثلاثة تير البوطو المنتخب ثلاثة عفوا دي تير كادري 4 الأوروغواي، نون كادري 3 لمصر 5 الأوروغواي، والبلوكي يعني حطهم جابهم أولا وقفتهم لا ديفونس 2 لمصر 4 الأوروغواي. بالنسبة للأخطاء فالمنتخب المصري دار 12، المنتخب الأوروغواي دار 6، صفرات وحدة لمصر، ما كاينش حمرات في هذه المقابلة هذه. لي كورنير المنتخب المصري كوميم صفر كورنير، منتخب الاوروغواي 5، هادو دي ستاتيستيك ديال المقابله هادي. اور جو 1-1 ها. لي كوفران 7 المنتخب المصري 13 المنتخب الاوروغواياني، و لي زاري يعني اللي جاب الحارس 3-3، ارقام تقريبا متشابهه. واش الخبره هي اللي ربحات في الاخر؟ هي ماشي احنا شوف كنحضر ديما وميصر باش نبقاو في المنطق ديال كره القدم. هو الامور بخواتيمها، كما بغى يكونوا لي ستاتيستيك كما يبغوا نشوفوا، زعما يمكنش نعتمدوا على لي ستاتيستيك طالما ان النتيجه النهائيه كانت لصالح منتخب الاوروغواي. هذا ما كيدل الا وانه استاهل الفوز. علينا الرقم ديالنا كتعرفوه باش تتصلوا بنا وتواصلوا معنا على اوريزون تي في في برنامجكم تكتيك مونديال. كونوا كتا كنتظروا الاتصالات ديالكم في الرقم 06، هو الرقم غيبان على الشاشه بعد قليل، 06-61-28-52-82، تنعاود 06-61-28-82، وبداو التعاليق ديال الناس كيفاش جاتكم الهزيمه ضد مصر، انتصار الاوروغواي، وكيفاش كتشوفوا والتشكيله المحتمله والرسميه اللي غنعطيو لكم بعد قليل ديال المنتخب الوطني المغربي. تصدمنا اخويا في مصر ضد عمر بوزيتون. اشنو بان لك في تشكيله المنتخب المغربي؟ مرابط، ظهير، ايمن، نعطيكم بالضبط التشكيله الرسميه بعد قليل بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. اذا مصر تنهزم امام كذلك هزيمه اخرى، هزيمه كانت مدله للسعوديه، ولو ان المغاربه تعاطفوا كثير مع مصر بالموقف ديالها. كيما كان مصر تقدر تعوض قبل ندوز للمنتخب الوطني المغربي؟ لا انا متاكد، لانه على حسب المستوى اللي ظهر به لا المنتخب الروسي ولا المنتخب ديال السعوديه، كنظن بان اليوم اتضح لنا، كنظن يعني بالتجربه المتواضعه لنا وعلى حسب الحضور وعلى حسب حتى داك ديك الثقافه التكتيكيه والنوعيه ديال اللاعبين، كيظهر لي بان المنتخب المصري ولكن الروسي دابا خدا اوبسيون ماركاو 5. لا شوف ما عندها حتى شي معنى طالما ان مباراه كتلعب في ساعه ونص، لان حتى واحد ما كان كيتوقع هذيك النتيجه ديال روسيا مع السعوديه. لكن توقعنا بان
ديك لا بروبوغوند اللي سبقات المباراه على اساس غتشوفوا مفاجاه المنتخب السعودي غادي يدوي عليه التاريخ وايفيكتيمون دوي عليه التاريخ دوي ولكن دوي عليه التاريخ يعني من ناحيه اول يمكن منتخب في التاريخ ديال كاس العالم كينهز في مباراه افتتاحيه بخمسه وهنيئا لدخولهم للتاريخ يعني بهذه الطريقه لذلك انا تخليتي منه موقف بيان سور لانه كما كان الحال حنا مغاربه وكنغيروا على بلادنا وحنا في المواقف ديالنا يعني من قديم الزمان يعني بالحكمه ديال سيدنا الله ينصرو ولا مغفور الله الحسن الثاني ولا محمد الخامس كان دائما مواقف كياخذوا بعين الاعتبار القرابات العرب وديك الانتماء الاسلامي ديالنا كيدوز قبل من اي مصالح اللي كتكون ماديه لذلك انا من واحد الناس اللي صراحه ما عجبنيش الحال كنتمنى انهم على الاقل يكونوا في المستوى ويقدموا اعتذار للمغرب الرقم راه تتعرفوا 06 61 28 52 82 تنعاود 06 61 28 52 82 مرحبا بالاتصالات ديالكم واستفسارات ديالكم على المنتخب الوطني المغربي امام ايران واللي غتكون مباراه بعد قليل بزاف الناس كتهضر على التشكيله المحتمله وعلى هذا وكيفاش تقدر تكون المقابله انا كنسولكم انتوما واش فعلا هي مقابله سهله في المتناول الامين لا هي ملي كتوصل لهاد المستوى ديال المنافسه ما كاينش مقابله سهله وما كاينش مقابله صعيبه كاين مقابله كتلعب في ساعه ونص كل مدرب كيكون عنده معطيات على كل فريق كيدور لي بان اي مدرب كيدخل احسن ما عنده لان كتكون مقابله كما كنقولوا مفصليه لانه علاش الواحد ملي كيدخل وكيقدر انه يبدا لا كومبيتيسيون بفوز كيسهل عليه واحد تقريبا 50-60% نسبه ديال التاهل حنا ما كنعرفوش شيء كثير على المنتخب ديال ايران اللي كنعرفوه هو المنتخب ديالنا الحمد لله تاهل عن جداره واستحقاق عندنا من الامكانيات لا البشريه ولا من ناحيه المدرب ولا من ناحيه الجامعه ولا الجمهور كل شيء تموبيليزا ما يعني بالكلمه لذلك انا كل ثقه في هذه العناصر وان شاء الله يكونوا في نهارهم لان بارفوا كتعرف مقابله كيقدر يكون ان جور سون ما كتكونش لا فورم رغم كاع الامكانيات اللي توفرات والتحضيرات وكل شيء كيقدر كيجي ذاك النهار الكره ما كدورش لانها كتبقى كره القدم هي نرجعوا نهضروا على بالديتاي هذه القضيه ناخذوا اتصال الو 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 يمكن المتصل تيسمعنا وما اللي غيتصل بنا الله يخليكم يخفض شويه التليفون البيسي ولا فيك يتفرج فينا يقدر يتفرج فينا بيان سور عبر بوكو دو سيستيم اندرويد وهذه تلفع في التلفازه ديالو دابا التطورات ويقدر انه يتواصل معنا نو ديفو من السيد اللي ماشي منا حنا لانك يعني كنسمع صوتي اكثر من كنسمع صوت ديال السيد المتصل كنذكر بالرقم 06 61 28 52 82 كاين اراء الناس محمدي بوت شكيلها محمدي المرابط بن عطيه حكيمي الاحمدي بوصوفه بالهندزياش الكعبي حارث ورومان سيس ملي تتعطى التشكيله تتبان بانه مرابط على دروا وهذا اللي خدم عليه بزاف غنرجعوا نناقشوا عليها عيد مبارك سعيد عمر الازهري شكرا الو بون القضيه خليني نقولها لكم يعني نهضروا عليها بصراحه حنا اللي كنا غنحلوا اراء الناس وكيف التحليل انا غنجي في بلاطو التحليل واش نقول اهل قريش هذا سبان وقذف وما يمكنش تقول هذا الكلام هذا حنا نحلوا نقولوا راه بقى فينا الحال على الموقف ديال المملكه العربيه السعوديه خاصه ملي دارت اللوبينغ يعني مشات ولكن هكذا لا الا كان واحد انسان ما مربيش فحنا نكونوا مربين ديما لا نعطيو المثال اما ندخلوا باننا لا 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 الله يخليكم لا سي امين هو من ناحية كل حاجه لا كل حاجه عندها البروتوكول ديالها لا حنا ما يمكنش نقولوا هادشي لا ما يمكنش يعني كما كنقولوا اصلا المغاربه معروف عليهم بالترابي وهذا الا دوك الناس غلطوا في حقنا راه بون المسامح كريم كما كيقولوا ولكن كنتمنى على ان الشعب المغربي اليوم ينسى هاد المساله هذه بشي انتصار ان شاء الله
إذن كان حنا مازالين معكم. نذكر بالرقم 061 662 52 82 بعد قليل يعطيكم التشكيله اللي تعطتنا فيها مرابط اريض روا، حكيمي اريض قوش، بن عطيه رومان، سايس، فلاكس، احمادي، مبارك بوصوفه وبالهنده، حكيم زياش، امين حارث، وايوب الكعبي كافون سونتر. تفاجأتي بان ايوب الكعبي يكون هو الافون سونتر الرسمي؟ لا لا لا، اللي خصك تعرفها سي امين هو طونك كتكون بارمي دوك لي 23 اللي اختارها المدرب فالمجموعه كلها معنيه بالامر. يعني ما كيبقاش فرق بين اكس وايكغيك وزاد. اشنو كيبقى؟ كيبقى الافضل الجاهزيه على حسب، لان حتى المدرب كياخذ في الاعتبار بزاف المسائل اللي فيه هي لا كونفيونس، الحضور البدني، الحضور الذهني، وحتى ديك لوموجينيتي بين اللعابه، لان كيتلقى فحال خص تكون واحد لارموني او سان د ليكيب. سكي في هو على حسب المباريات اللي دار وعلى حسب التدريب. احنا ما عايشينش معاهم تدريب كل نهار. شفنا يمكن الكعبي كي قدم حوايج في التدريب اللي قنعت المدرب على انه ويمكن الماتش الاخر يمكن لا واش تقدر تقول بان طيب الحارس ديالو. لا لا، انا بالنسبه لي الماتشات ما كيكونوش دي ماتش ريفيرونس، مي كتكون كتحضر كل لاعب راه ما كيعطيش 100% ديالو. علاش؟ كيخاف من الاصابه، كيخاف من هذا، كيكونوا مباريات رسميه جايه، كل واحد كيخاف انه هذا ما كيعطيش 100% عنده. اللي كاين هو ما كاينش شي مدرب كيعتمد على لعاب غادي يخسروا، ما كاينش ممكن. سيرتو مي كنوصلوا لا 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 المنافسه مثل كاس العالم اللي هي احسن منافسه اللي كاينه في العالم، كنظن بان المدرب راه قدامه المجموعه ديالو، هو كيتحمل المسؤوليه ديالو في الاختيارات. حنا ما علينا الا نساندوه ونساندو اللاعبين وندعو لهم الله ان شاء الله انهم يكونوا في نهارهم. وكما قلت لك كان الكعبي ولا كان اكس ولا ايكغيك ليسونسيال ديالنا هو المنتخب المغربي. حنا تهضروا على هذه القضيه امين، دابا كاين اللي عطى الله عطاه، التحضيرات دارت، كل شيء دار، كل شيء تصاوب، يعني ما بقى والو. كنضرب من اللعابه دابا في لو سبيتش فينال. غناخذوا اتصال معنا، ناخذوا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي امين تحياتي. مرحبا سيدي، شكرا شكرا، تفضل. اسم والمدينه. معك سي توفيق من كازا. توفيق، مرحبا سي توفيق. كدير سي امين؟ لاباس عليك، عيد مبارك سعيد، الصحه والسلامه. شكرا. عيد مبارك لك والاسره ديالك كذلك. شكرا سي توفيق، تفضل. لا لا يخطيك سي امين. الوغ حنا على حساب انا هذه المقابله ديال مصر يجب خصها تكون عندنا درس، خصنا ناخذوا منها درس، وخص اللعابه خصهم يديروها بين عينيهم وياخذوها عبره، لان هاد لاكوب دي موند كتلعب على جزئيات فريمون بسيطه وعلى دي كو شونس، فهمتي؟ خاص الا جاتك هذيك المحاوله ولا هذاك ما خصكش تسقلها، ما خصكش غير الفرقه توفيق. وهنا معنا السي امين، واش ايران بحال القيمه ديال الاوروغواي؟ لان الاوروغواي كومون قبيله شفت بعض الكواري راه واخا يكونوا ماشي في نهارهم كافاني وهذا كيقدروا يدوزوا كرات بسهوله، وهذا العكس بطبيعه الحال. لا كاليتي الجوار وداك الشيء ماشي لا ميم شوز، ولكن انا نقول لك واحد القضيه. انا بالنسبه لي ايران، انا بالنسبه لي ايران هو اصعب مقابله ديال المنتخب الوطني في المجموعه ديالو، صعب من الاسبان وصعب من البرتغال. علاش نقول لك؟ علاش؟ لان ايران حنا في مستويات زعما المستوى ديالو لا بينه وبين مستوى المنتخب الوطني مستوى متقارب، وعندك سي ان ماتش كلي اللي غادي يحل لك ابواب اخرى، موتيفاسيون اخرى، المقابلات اخرين. نشوفوا امين واش متفق على القضيه. يبقى معايا توفيق. امين سي امين. لا، انا هو من واحد الناحيه انا متفق معك سي توفيق، ولكن غير باش نكونوا شويه نكونوا منطقيين كما كنقولوا، ما يمكنش غتقارن ايران مع الاوروغواي. لا توفيق تيوكا ودير البرتغال والاسبان، حنا تنعرفوهم عارفينهم، عارفين شنو غنديروا. هادي خصنا حنا نديروا هذا هو. لا لا، انا على حسب الاقتناعات ديالي وعلى حسب التفكير ديالي كنقول خص ايران هي اللي تخاف من المغرب. سكي في ايران هي اللي خصها تحضر المغرب. حنا خصنا نامبوزيو اللعب ديالنا، حنا نكونوا حاضرين في التيران وهما يدبروا راسهم. لان المباراه لان علاش؟ نقدر نسولك واحد السؤال اللي هو بسيط. تقدر انت تعطيني دابا لي سيتياسيون اللي كاينين في الماتش؟ صعيب، ميمكنش. نقدروا ندخلوا تبليسه وليهم. الراي ديال سي توفيق فيه لا في لا، انا اش قلت لك؟ انا متفق معاه في شي حوايج وشي حوايج خصنا نكونوا عاوتاني، لان دابا تبارك الله الناس ولات كتفهم شي شويه في الكره، هذا ولا واحد ثقافه كرويه عند المغاربه. وهذا اللي بغيت نقول لك سي توفيق، هو طونك ما كنعرفوش شنو هما لي سيتياسيون ريال ديال المباراه ما نقدروش نحكموا عليها قبل. علاش كنحكموا؟ هذا جوستومون هادشي علاش السي توفيق. علاش كنحكموا حنايا؟ كنحكموا على راسنا، حنا خصنا نوجدوا راسنا
علاش حنا دائما نضربوا الحساب لادفيرسير؟ خص لادفيرسير. تشيلسي امين اللي قلت انايا اصلا، ودابا الا كنتي متفق معايا سي توفيق في واحد النقطه، امين مرحوبي فوالا سي، الى الرقبي الامين تقول في خرافاطه يشوف لك سي توفيق سبورتيف عليا، ولكن تفضل سمعتي سي توفيق غير هو باش هذاك اللي بغيت نوصل لك الفكره، هو حنا نكونوا موجودين ياك، ما كاينين دي سيركونستانس اللي كيقدروا. تخيل دابا كتدخل 5 مينوت 10 مينوت تبليسه لعاب، خرج لك كارطون روج، عندك الحق بيان ما كتعرفش فو جامي جي جي ان ماتش قبل ما يتلعب. نقول لك خاص الفرص، اي فرصه جات خاصنا نستغلوها احسن استغلال، لان كتجي من نفس الفرصه كيجي بيت. انت كتشوف دابا، انا خديت المثال مقابله ديال مصر، انت كتشوف لان حتى الدقيقه 89 واخا المصريين في الاخر طيحوا الريتم وكانوا كنت كتوقع ان غادي يكون هدف، ولكن كوميم كان الهدف حتى هما بالنسبه لهم كان صدمه، وما غاديش يخليهم يكملوا المنافسات بلو ميم ريتم اللي باش بداو. انا قلت لك المقابله الاولى هي المقابله الكلي اللي غادي تعطينا موتيفاسيون بالنسبه للبرتغال، نقدروا نتقاتلوا معاهم، وغادي تشوفهم وانت عندك 3 بوان، ماشي بحال ان شاء الله. انا كنتمنى بان الموتيفاسيون تمشي لسباك، حنا خصنا نضرب بزاف قبل على ايران. اش بالك في هذه القضيه امين؟ امرابط اللي يضرب كما قلت لك، كيبقى المدرب هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو. يلعب المرابط اريير دروا، يلعب الكعبي اريير غوش. شوف حنا اللي كاين هو يمكن ندويو على هذه المسائل من بعد المباراه، ولكن كان تخيل اليوم المرابط يلعب، لا ميمكنش. تخيل المرابط اليوم يخرج ميور جوار في الماتش، غيطلع رونار الي لو جيني الي لو سورسيي الي. لذلك كنقول انا عندي ثقه في المرابط. علاش؟ ان جوار كي بري فيزيكمون تبارك الله، ناسبي فيزيك تري تري انتريسون. عندنا مشكل في لاتيرال غوش، داكشي اللي حتم على رونار باش انه يلعب المرابط. هذا هو الخطا الوحيد اللي انايا كان اليوم عليه المدرب، لان باش ندي منديل، باش ندي المنديل ونظلم لعاب اخر. اسمح لي نشكر سي توفيق. توفيق شكرا، عيد مبارك سعيد، تبارك الله. كسي توفيق تفضل. بالنسبه للتشكيله، هو ان اليوم التشكيله باش بدا رونار، لانه دار بليزيور سيتياسيون جربهم، لا في المقابله الاولى، لا في المقابله الثانيه، في المقابله الثالثه، استدار كندوي على اوكرانيا وسلوفاكيا وليستوني. الماتش اللي عطاه لي بيوت وعطاه لي ميكانيزم اللي يلعبهم مزيان هو المقابله ديال ليستوني، لان المقابلات اللي باش بدا في السلوفاكي وباش بدا في الاوكراني عطاتو دي ماتش نول، عطاتو دي ريزولتا نول اللي كانوا 0-0 بالنسبه للاوكراني. وبالنسبه للسلوفاكي باكي في لاميتون الاولى خرجنا 0-0، دونك هذيك التشكيله الاولى باش كيدخل بوطيب وهذا ما كتعطيش لي ميكانيزم ديال لو جو اوفنسيف. دونك انا بالنسبه ليا التشكيله هذه بان ليا قرار صائب. ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله توفيق سي توفيق، تبارك الله اخويا توفيق سي توفيق. شكرا، غادي نحسبوا النقاط ديال هذه المباريات كون تاهلنا الدور الثاني ودينا كاس العالم. شكرا توفيق خويا، شكرا لك، تبارك الله عليك، كنتي معنا من الدار البيضاء. ناخذوا متصل، مرحبا. الو، السلام عليكم. مرحبا خويا، الاسم والمدينه. ابو نوفل من تونس. اهلا سي ابو نوفل، معنا سي امين المرحوبي، وعيد مبارك سعيد سي ابو نوفل، تفضل. محمد عيدك المبارك سعيد ليك والاخوه اللي معك كاملين. شكرا. ان شاء الله النهار ديالنا يعني انتصار غيكون من نصيب المنتخب الوطني المغربي. غير اللي نتمنى هو المنتخب اليوم، انا يعني كمتابع انا اللي كيبان لي هو ان المنتخب خصو اليوم يلعب بحاجه واحده، هو المجهود البدني، يحاول كيفاش يقسمه. الايرانيين هذه الحاجه الوحيده اللي عندهم فنيا مهاريا، حنا افضل منهم. ولا اظن ان حتى تكتيكيا، لا اظن ان رونار غيكون ضعيف مع المدرب الاخر، يعني كيروش تكتيكيا لا قبل المنتخب. اللي المشكل هو المشكل البدني، لان الى يعني هما الايرانيين هذا هو نقطه القوه اللي عندهم، هو البدنيه حتى طوال، يعني بالنسبه للكواري يعني مباشره، يعني خاص يكون الدفاع شويه يعني في مستوى. نتمنى بنعطيه اللي كيخوفني. اش بالك في مرابط طريق دروه؟ مرابط طريق دروه شنو بان لك؟ هو شوف مرابط ما غيكونش واخا غيكون على رياض دروه، بالنسبه لي انا اختيار مناسب. علاش؟ غيكون بحال جوكري، ما يبقاش ذاك البوست على حساب الكره كيفاش غادي تكون، يعني غيكون احنا في حاله دفاعيه، غيكون رياض دروه ولكن غيبقى يتحرك، يعني غيعطيو واحد الحريه كبيره. غيبقى يسهل، غيبقى يعاون المهاجمين. بالنسبه لي انا بن عطيه كيخلعني شويه، ما بن عطيه كيخلعك ودا كوستا ما تيخلعش. دا كوستا الا كان، لا هو شوف هو بالنسبه للمدافعين اللي حاليا اللي عندنا الثلاثه فيهم سيس هو اللي مضمون، يعني كيكون مضمون. اما حتى دا كوستا شويه صغير، كنت كنفضل انه يكون ليامق. ما عرفتش انا ليامق كنت كنفضل يكون على دا كوستا،
ولكن دابا ماشي مهم. بالنسبه لواحد القضيه السي امين، هو اللي تفرج المنتخب مصر قبيله راه راح واحد القضيه، شي هاد المباريات باه كيتربحوا ما كيتلعبوش. نعم هادشي اللي كاين، مصر كانت احسن بكثير من الاوروغواي بسبب المباراه، يعني بالنسبه للمنتخب سالات 3 بوان الاوروغواي، 3 بوان الاوروغواي، يعني صافي الماتش الجاي اللي خسرت مصر ولا تعادلت يعني انت تقطيتي. انا نتمنوا اللعبه ديالنا يوم ان شاء الله، وحنا لا نليق. شوف السي امين، انا نقول واحد القضيه، شي منتخب المغربي لا خوف عليه، يعني ما عرفتش، انا عندي التفاؤل بانه هو استوعبنا لاعبين مزيانين. انا اللي يعني اللي كنأكد هو بالنسبه للجانب البدني يحاولوا ما يتسرعوش في الاول، يعني ما يعطوش داكشي اللي عندهم 100%، ان شاء الله غادي يكون خير ويحاولوا يسيروا المباراه، وان شاء الله شوف النتيجه غتكون 2-0 ان شاء الله. يعني ان شاء الله ان شاء الله. امين شكرا باش ما نطولش، شكرا سي ابو نوفل، عيد مبارك سعيد، شكرا الله يحفظك، شكرا تبارك الله. تفاؤل كبير عند الناس، كنهضروا حنا على لي ديتاي، كاين تفاؤل السي امين. واه كنتمنى ان التفاؤل يبقى حتى في المباراه ديال البرتغال وديال اسبانيا، لان كما كان الحال، شوف حنا ما حدنا وصلنا لكاس العالم ديجا خطوه مهمه ومهمه جدا. دابا شنو كيبقى؟ ملي تيبقى عندنا فرصه فين نربحوا، عندنا حظوظ، عندنا شوف من شوف ملي كتبدا واحد السباق كيبدا كل شيء في لا ميم لين. اشنو كيبقى؟ كيبقى اللي كيستغل الضعف ديال لادفيرسير ديالو هو اللي خصو يستافد منه باش قد ما وصل في كما كنقولوا في المسابقه راه مزيان. ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا سيدي، اسمه المدينه. معك مروان من كازا. اهلا سي مروان، عيد مروان عيد مبارك سعيد. الله علينا وعليك اخويا امين، ان شاء الله يكون العيد عيدين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اللهم امين. شوف باقا 40 مينوت ولا 30 لا ادرينالين كطلع ياك. لا ادرينالين كطلع الحمد لله، حيت كاين العيد تقدر تحط حداك كاس داتاي كاس، المهم كاين صعيب راه صعيب انسان يطلع له ادرينالين وحده حتى حاجه اللي غيشد فيها ولا يتعصب معاها. شوف انا صعيب، انا صعيب عندي الادرينالين وانت بوحدك وانت بين جوج الحيوط، مازال في التيران في لاكسيون ولا شي حاجه، وي كتكون سكيتو موان ديفيسيل. سي با كاف، حنا عندنا ما يمكن لنا الا هذه اللحظه، الا اجمل امنيات المنتخب الوطني ان شاء الله. الله يسر لهم امور، وكنتمنى غير هما يا طبيعة الحال يسون اسي ميغ باش 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 ينعزلوا على العالم الخارجي، ينعزموا على العالم. الو مروان، كيف بدات التشكيله؟ تشكيله اولترا اوفونسيف ياك، اولترا اوفونسيف. الحمد لله انا كما كنا ناقشنا لا ديغنيغ فوا، حنا غادي نشدوا البالون ان شاء الله. ولكن الخوف اللي عندي انا هو ان الدفاع ديالنا ان با ايتي تيستي بريباراسيون. لا مع لا سيربي، لا مع لا سيربي كنا مع منتخب قوي، اتونسيون سيربيا ما خيباش. ولكن ما تنساش سي مروان بان مروان سمعوا امين، تفضل يناقش معك، تفضل سي امين. غير باش باسكو باغفوا كاينين دي بوان اللي كندوي عليهم وكيدوزوا ما كنعاودش نرجعوا عليهم. انا متفق معك، هو هاد هي منطقيه من واحد الناحيه، هو ديال لوموجينيتي ديفونس ديال لو بلوك ديفونسيف، اما في لي زانديفيدياليتي كنظن بان كاع اللاعبين اليوم حاضرين راه عندهم ما في الكفايه في التجارب، لان مرابط لعب كونتر دي كرون جوار في الاسبان، بن عطيه كما شفنا في لا تشامبيونز ليغ لعب ضد لاعبين كبار، الوغ دوكو شنو كيبقى؟ لان من الانديفيديوال كندوزو للكوليكتيف، فهمتيني؟ الوغ سكيفي، لان كاين واحد المنطق في كره القدم كيقول لك ليكيب كي كان بليس دو ديال كان لو ماتش. وي الوغ الى اللعابه ديالنا انديفيديوالمون كانوا حاضرين، كنت متاكد بان لو كوليكتيف غادي يتمشى مزيان. من هذه الناحيه اللي قلتي على اساس ان الدفاع خايف هكا، لا كنظن بن عطياش لعب ضد رونالدو، لعب ضد زعما لاعبين اللي كبار اللي كبار، ايكاردي في ايطاليا بيان سور، والحمد لله زعما كما كنقولوا سلك الامور ديالو. لذلك كنتمنى انك بديتي بالتفاؤل تكمل في التفاؤل ديالك. لا ولكن تحليل مزيان. لا لا تحليل مزيان، انا شوف انا ضد اي تحليل طالما ما شفناش مباراه. لان بعض المرات كيكون هو عندك هو هضر وقيل مروان هضر على الماتش الاول، لان الماتش الاول ما تتعرفوش شنو هو. شوف سي مروان، لاعب اوترا اوفونسيف، اي مدرب ولا اي لاعب قبل من مسابقه بحال كاس العالم كيكون كيخاف. راه في لو شوا ديال لي ماتش اميكو راه ما كانش عن طريق الصدفه، لا هو خصو غير كيقلب غير على ديك لوموجينيتي وديك لارموني ديال ليكيب، باش حتى الا كان شي لاعب عنده شي بليسير تبان شي واحد ناقص فيزيكمون نعاودو ولا بانت بان اهلو، لان دابا امين راه ما عندها حتى شي علاقه بين لا نتيجه لا بلا 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 كلامك. امين حارث ولا قريب للرسميه،
والكعبي راه دا بلاصه طيب. لا ولكن غير باش نكونوا واضحين، اسمح لينا سي مروان شوف، غير باش نكونوا واضحين في واحد هذا، باش عرفتي بان رونار نهار لا كاليفيكاسيون فاش كان كيوجد، فاش كان كيوجد لا ليست ديالو تكون ديجا في المخ ديالو انه غيبدا بهذه التشكيله، ما غتعرفش شنو، لان ما يمكنش نعطيك السلاح باش تضربني، خصني ديما نموهك. راه ولات كره القدم شوف راه ولات بحال الحرب. لا هو كون كان داير رواجد كان غيلعبوا ولا غيلعب رياضه. شوف راه كاينين كما كنقولوا كيكونوا دي فورس ماجور، ولكن كيكون عندك دائما دي بيس دو روشونج كما كان. سمو الرئيس سي مروان، تفضل سي مروان. هو واحد القضيه سي امين، كنشكرك على 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 التوضيح. غير هو بالنسبه لي انا التدخل ديالي كان في واحد الاطار ديال لي زوتوماتيزم ديفونسيف اي لي روبير، فهمتيني؟ اما عندنا الثقه الكامله في لي انديفيدو ما كاين حتى شي مشكل. ثاني حاجه باش ما نفتح المجال الاخوان الاخرين باش يتدخلوا، ثاني حاجه الحمد لله الا ارتكب المنتخب الايراني خطا تكتيكي انه لعب ضدنا بان بلوك با غادي يكون عاوننا. علاش؟ لانه لعبنا 3 ماتش دو بريباراسيون بلو ميم سيستيم. وي وي. ثاني حاجه هما اي سون با اسي رابيد في لي كونت، دونك اون اورا لو طون اي لو طون بور لو ريبلاسمون ديفونسيف اي لو بلون او لو بلون جون بي ساتستير شي اون بلون جا غوش ولا دروات بور لا كوفرتور. الحاجه الوحيده اللي عارفين احنايا ومن نهار كنعرفوا على الكره الايرانيه و اتونسيون لي باز اريتي و دو كوميت دي فوت او زالونتور ديال الكاري دي زويت. وان شاء الله مربوحه ان شاء الله عندي الثقه الكامله ان شاء الله باذن الله. سي مروان، ان شاء الله سي مروان. نعم سيدي. اي سيستم لعبات به ليرون نعم غيتادابطا مع المنتخب المغربي على حسب التشكيله اللي دخل بها. بغيتي لاسبي ديفونسيف كاين، بغيتي لوفونسيف كاين، بغيتي في الميليو تيران كاين. وانا غنزيدك واحد النقطه، واخا ما شفتش الماتش وتفكرني من بعدها. سي كو المغرب ما غاديش يعطي الكره لايران باش غادي ما يعطيو ما يخلوش. علاش؟ عندنا ميليو تيران كي بريزون كرويا مزيان، واخا هما بتيديتاي شوف فليديول لان الواحد لعاب طويل شكون اللي كيقضي عليه؟ كيقضي عليه اللاعب قصير في هذاك لو سون دو غرافيك. فوالا حنا الميليو تيران ديالنا الا جيتي تشوف بين احمدي وبوصوفا وبالهنده سي دي بتي ديتاي، مي لا كاليتي تكنيك كاينه. سمعتينا سي مروان؟ فوالا حكيمي عنده داك لاسبي اوفونسيف اكثر من هو ديفونسيف المرابط اوسي. الوغ سكي في حنا جاو داروا داك لو بريسينغ وهذا، عندنا لي كونتر حارث الي ايبر رابيد، عندنا زياش، عندنا فهمتي. الوغ دوكو جاو لعبوا في التيران ديالهم، عندنا تبارك الله الكعبي الي اوبورتونيست ان تري تري بون اتاكون اللي ما تسناش منه غيدريب لي هذا، ولكن فيما كتكون الكره كيكون. لذلك راه المدرب كان ذكي في اختيار ديال العناصر. الكعبي يمكن تعيش اسعد سنه في حياته كانسان. شوف كانسان بعدا كانسان كانسان كيعيش اسعد سنه، والله يسهل عليه بانه تبارك الله عليه في سنه واحده هداف الشان، مشى في لاكاف راه هو الهداف ديالها. وكذلك ديزيكسيبسيون الانسان. شوف هو الحاجه الوحيده اللي زعما كاينه الحمد لله اللي هي النقطه المضيئه في المنتخب، هو ما بقاش الظلم، بقى حتى واحد كيتظلم. اللي كيستاهل شي حاجه كياخذها، وهذا هو السر. شوف وهذا هو السر النجاح ديال رونار، سي كو ديما الافضليه اللي حاضر. سي مروان نخليكم على الادرينالين ديالك، عيد مبارك سعيد وتبارك الله عليك السي مروان. مرحبا، شكرا. تحيه لك السي مروان، شكرا جزيلا على التدخل ديالك. شكرا. تبارك الله بزاف الناس عندهم المال، وبزاف الناس حتى داك التفاؤل ديالهم متوازن، يعني ما كاينش داك. وهذا تيبان بان المغاربه كوميم ما تيتفرجوش عشوائيا، يعني ما كاينش داك الفرجه العشوائيه في المغاربه. الحمد لله هذه راه نقطه ايجابيه. حيت انا سمعت هذاك اللي قلتي ديك الصحفي السعودي، حنا غنكونوا حدث العالم. حدث العالم. انا تنظن بلي البرازيل دابا ما يزعموش يقولوا حنا نكونوا حدث العالم. دابا البرازيل ما يزعموش يقولوا حنا حدث العالم. المانيا بطل العالم ما يزعمش يقولوا دابا حنا نكونوا حدث العالم. شوف سي امين الا شفتي كل ما سبق كاس العالم من ناحيه التصريحات، راه المنتخبات الكبار حتى وحده ما دوا، ما كيدويوش. خرج ميسي بشي تصريح، خرج نيمار بشي تصريح، بان لك شي منتخب في الطياره كيغني وكيشطح وهذا، ما كاينش. ابار المنتخب المغربي، هذه واحد النقطه اللي انا كنعيب عليهم، لان راك غادي لواحد كما كنقولوا كاين اللي كيعيب عليهم، كاين اللي كيقول مزيان لومبيونس. لا غير لومبيونس غادي تكون ديسكريت، وهذا بيناتهم لومبيونس. ولكن هذوك الانستغرام وداك الشيء سي بيرسونيل، سي بيرسونيل، يفو با. لا شوف
ما بقيتيش ديال راسك شتي مني كتدخل انك لو كيفاش شتي مزيان البرازيل دابا دابا لا قدر الله دابا خلينا نكونوا واقعيين الله يرضى عليك السي انا وانا انا في بلاصت يعني كندير بلاصتي بلاصتهم لا انا ديرني لافوكات ديال ديابل لا لا بالعكس انا ديرني لا حاشا حاشا شوف باش نكونوا واقعيين انا يمكن دزت في هذا راه انا شاركت في اقصائيات ديال الالعاب الاولمبيه ديال كاس افريقيا راه كنعرفوا اشنو كيتسنانا راه النفس باش تطلعها ما كتكونش نقدروا ندخلوها في واحد الا بغينا ندافعوا ان في نطاق رفع الضغط هذا ولكن كيبقى واحد الصوره علاش لان لا قدر الله لا قدر الله هادشي ما كنتمناوش المغرب ما دار شي نتيجه غيقول لك واه هما كيضحكوا قبل هادي ندخلكم حنا باش نيفيتيو كاع هاد لا بروبوغاند ويبقى داك فهمتي تبقى ديك لوموجينيتي ويبقى المسائل هذاك فهمتي يكون واحد يكون ديسكريسيون فوالا ناخذ اتصال الو السلام عليكم الو وعليكم السلام مرحبا خويا اسم المدينه اقبال البيضاء اهلا سي اقبال عيد مبارك سعيد علينا وعليك سي امين بالصحه والسلام عليك والعائله تفضل سي اقبال بارك الله فيك انا دابا يلاه شفت التشكيله ديال المنتخب الوطني دونك تشكيله المنتخب الوطني تشكيله كانت متوقعه حيت كنا عارفين بان امين حارث يقدر يدخل بان في الماتشات الاخرين بانه كيقرب للرسميه بان حيت لان 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 الدفاع ديال ايران دفاع قوي وطوال وما ومعروف بالبنيه الجسميه مزيانه دونك حاول انه يدخل حارث ويدخل هذا باش تكون شويه اكتيفيتي ديفونسيف لا من جهه زياش لا من جهه حارث هكاك ايفا غادي يعذبهم مزيان وغادي يعييهم هي لي ديفونسور ديالهم سورتو اللي كانوا لي زابيل بزاف ويقدروا يخليو لي ديسباس يقدروا يستافدوا منهم هذه في حد ذاتها مزيانه لحد النقطه اللي بان فيها هذا هي القضيه ديال امرابط اريال دروا هذه اللي كان ما كرتاحوش لها بزاف الوغ يمكن انه يدخل من ديال من لو كوتي غوش ويدخل حكيمي في لو كوتي دروا ديالو هو هذه النقطه اللي كتناقش اقبال يمكن مع السي امين واش منديل فقد الثقه ديال المدرب في المقاولات الوديه في الماتشات الاستعداديه اللي كانت سي امين مرحبا نسمع راي امين واش فقد الثقه انا ضد المنادات عليه من الاول لان السيد بين في عده مناسبات بانه غير اهل وما يستاهلش يكون في المنتخب خصنا نكونوا واقعيين لا شوف برك عندنا من ديك اللغات الخشاب لانه خريج واحد ما عرف شنو كاين اسمح لي ودابا راه شوف الحوايج كيبانوا في التيران واش انا غنجيب واحد اللعاب اللي ما غيعطينيش حلول ومي غنحتاجش نحتاجو انا ما كاينش فوالا عطا الله لي زاريير غوش انا جو بريفير نجيب جبيره نجيب عطا الله كاين دي زاريير غوش في 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 لا عطا الله دابا مين المهم بالنسبه كان ايرور دو كاستينغ غيكون كومبيتيتيف علاش عرفنا من ديل عامين ما لعبش دار رباط صليبي رجع كنعرفوه في 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 الفريق ديالو في ليل في ليكيب ريزيرف ما يعني القضيه فائنه يعني هذه شوف بين العمى كما كنقولوا نسمعوا راي ديال اقبال تفضل كاين شي حوايج في ديك لي زيكيب ناسيونو كيكون مثلا لعاب اللي ما كيكونش عنده دي تيكونش عنده ماتشات في رجليه ولا تيكون مثلا بحال لوكا منديل ولكن سي اون فالور اجوتي بالنسبه للمدرب اللي كيشوفها هو انايا كنشوفو بانه واخا هو ما عطاش قبل لا كان اللي كانت الاخرى ما عطاش بزاف ولكن في لا كان بين على مستوى مزيان راه هو راه الى بلوك لا ما متفقش معك لا اسمع الراي انت باين انت ما متفقش يعني نكمل الراي ديالي انا نكمل الراي ديالي انا كنشوف بان لو بوين دو فيو ديال المدرب عنده بغرض لانه هو اما يقدروا يدخلوا انفو فو اريال ولا غيدخلوا في شي وقيته اللي غادي يحتاجوا دونك بالنسبه لك منديل ماشي مشكل ولكن حنا كنتسائلوا انا سي اقبال تساؤل لامين شارليه منتخب ما فيهش وقيله ولا يمكن ولا منتخب هذا هو المشكل لان بان بان منديل راه بان حتى في الرياكسيون معاه الا حتي انا كنشوف مزيان الرياكسيون ديال رونار كان كيهضر معاه بزاف في المقابلات يعني كان كيتكلم معاه كثير دونك بان بانه واش كان واجد لاكوب دي موند يمكن في لاكوب دافريكا كان مزيان كان ما خيبش ولكن في هذا لاكوب دي موند بعد الاصابه كما قال سي امين غاب على الميادين واش هو واجد شوف سي اقبال هو واجد مونطالمون لان انا كنشوف انا داك اللعاب لانه الى بورت بوكو دو موتيفاسيون السيد باغي كيسمع وكيخدم صافا ديال انه لو بلون تاكتيك بالنسبه للمدرب الا يقول ليه دير واحد الحاجه راه غادي يديرها 100% وهذاك وزعما سي اقبال كون كان كيديرها كون راه اليوم تيتولير راه ما يمكنش غنلعبوا بان اريير دروا ردوا اريير غوش وفرض عنا القدر انه المرابط لا في الوقت لان حنا غنحتاجوا المرابط بلونغاجمون ديالو فيزيك مع منتخب ايراني اللي كنعرفوه في
الحضور ديالو القوي وهذا وهذا نستغلوه رب اكوز دو اكوز دو منديل. شوف اكوز دو منديل المرابط الى اريير دروا اليوم، لذلك كنتمنى بان هذه المسائل يعيدوا فيها النظر. يطلع طاح يمكن بلع طلع طاح، حنا غنتعاملوا مع الوضع كما هو. حنا غنشوفوا من بعد ملي غادي يرجع ديرها، ملي غنشوف ملي غيرجع ديرها مثلا في الماتش الثاني اشنو غيكون رد فعل المدرب، حيت الا ما لعبش منديل في لا كومبيتيسيون كامله غادي يولي مديتي اريير دروا لعبتي اللي هو الحكيمي، حكيمي مديتي اريير غوش تعول عليه لان ما عندكش هذا هذا ولا علي حنا ما نكونوش سوداويين. اقبال اشنو الاحساس ديالك؟ راك عارف دابا بقات الاحساس والتوقع، تفضل سي اقبال. الاحساس ديالي برك ما نعرفوش الصراحه، خصني دابا باش كطلع شويه دخل عام كطلع شويه طراك. شوف سي اقبال حنا غادي نعاونوك، شوف حنا غادي نعاونوك ان شاء الله خير. اليوم عيد ديالنا نعيدو كاملين حتى ايران راه معيدين كيبقى كيبقى. شوف غندخلوا فيها شويه ديال الشيعة والسنة. لا 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 بعيد علينا حنا هادشي. المهم اللي كاين نلعبوا المذاهب ولا المذاهب نلعبوا الكره، خلي المذاهب خلي حاجه وحده اللي كاين هو ان شاء الله هو اللي نشجعوا ان شاء الله. شوف وحاجه وحده اللي اهم في هذا الشيء كامل، كما بغا تكون النتيجه كما بغا يكون الاداء كما هذا، احنا وراء المنتخب حتى لاخر دقيقه في المونديال. اقبال توقعك اخويا، متخوف ولا متفائل؟ لا لا ان شاء الله يكون يكون رباح ان شاء الله. غادي نلعبوا بحال الماتش كوت ديفوار، صافي دير اننا غنساليو الماتش ديالنا في بريمير ميطون ان شاء الله. هادشي اللي بغينا ان شاء الله. اقبال عيد مبارك سعيد، نخليك توجد الطبله ديالك وتجلس حداها، حيد حيد من حداك، حيد من حداك العائله وداك الشيء وهذا، حيدهم من حداك. لا حيدهم من حداك، لا يمكن تفرج بوحدي. اه سيدي مزيان، شكرا سي اقبال، عيد مبارك سعيد، شكرا على الاتصال اخر. الله يحفظك، شكرا سي اقبال. اخر نقطه يمكن نحلوها قبل ما نخرجوا، كنذكروا الناس انا غنتلاقوا ان شاء الله مباشره مع السي امين بيان سور، غيكون معنا وكنشكروا كثير لانه تفضل وكان معنا اليوم. التحليل من بعد المقابله. اخر نقطه، واش رونار بالنسبه لك غيلعب باش يفضي الماتش من البدايه او اللي يقدر يسير 90 دقيقه في نظرك؟ تفضل سي امين. انا اللي كيبان ليها بان رونار غيدخل باش يامن ديك 10 دقائق ولا ربع ساعه الاولى، يوفر مزير مع الماتش عنده 3 شانجمون، يقدر يدير دي موديفيكاسيون عطى الله ما يدار. مي اي مدرب مي كيكون داخل المسابقه كمثلا كاس العالم كيحاول في ديك المباراه الاولى انه امبوزي كيتفاعل مع داك الاجواء مع الضغط مع لان تي دون لو بان سكي في كتحاول ان ديك 10 دقائق ربع ساعه 20 دقيقه كتقرا لادفيرسير. كاين بعض المدربين اللي كياخذ اون ميتون كلها ما كيشوفش ليكيب ديالو، لان عارفه كيشوف لادفيرسير كيقرا كيشوف نقاط القوه نقاط الضعف في لا ميتون، كيدير دوك لي موديفيكاسيون ديالو هذا وهذا كيقلب لك الماتش. برونوستيك توقع، برونوستيك في شقين، في شق العاطفه والمنطق اللي بغيتي. انا انا شقين بجوج مع المنتخب المغربي لسبب واحد، هو لان هاد الرجال ما وصلوا لا كوب دي موند، وصلوا عن جدارة واستحقاق. مجموعه اللي قويه، التحضيرات كانوا على المستوى العالي، يعني من هذا المنبر كنشكروا الجامعه وكاع الناس اللي سهروا على تنظيم هاد المعسكرات وكل شيء. ما بقى لينا دابا الا نقولوا بسم الله ونتوكلوا على الله. وانا كل ثقه لان حتى القرعه ديال المباريات كانت منصفه لينا، لان الحمد لله اللي ما بديناش مع البرتغال ولا الاسبان، بدينا مع ايران وغادي نمشيو دقه دقه ان شاء الله. شكرا، كنا في هذا البلاطو قبل، نتلاقاو بلاطو بعد ان شاء الله مع الناس. كنعاون نبارك لكم العيد، كونوا معنا كثار تنفهموا بان هذه اول سيجون بروميير معكم، نكون في ان بلاطو قبل، تلقاو في بلاكو تلقاو بعد ان شاء الله المقابله، وناخذوا ارائكم واتصالاتكم في الرقم ديما اللي كتشوفوا 20 26 82. حد موفق المنتخب الوطني المغربي، وان شاء الله يكون النصر الحليف ديال اللاعبين ديالنا ويفرحوا المغاربه اليوم كثار 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 كيتسناو هذا الانتصار. ما تشوش بعيد، تلقاو ان شاء الله بعد المقابله. كنشكر في النهايه الاخوان اللي كانوا معنا في البث، السي محمد اللواحي والسي خالد فرحان، غنتلاقاو معاهم ان شاء الله بعد المقابله.